بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرمشو تبسوما جويا ثم يتعوذ كشاء صوم أعوذ، فيقول أسيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله نجكينغا فالله من الشيطان كتكمانا الشيطان الرجيم أليه قمالي نرحمة. تكتاجى قولي زوان وزوري جوية قصوم أعوذ، جوية قصوم أعوذ، حكم قصوم أعوذ. نكمبوك طيب، تكون هناك اختلاف زوان وزوني بين وليسيما السنة مستحب نبين وليسيما قمبا حقنا هاجة ولتأعوذ، كما في الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ما ونجين وليسيما نواجي لنتكون هي بقولي لنبوك كتها مسألة، ما هي قولي تكيج ميزك الإمام الثوري نقد سمتابعين كذلك الإمام عطاء ابن رباح، عطاء ابن أبي رباح، كذلك الإمام داود الظاهري داود بن علي، كذلك ابن حزم، كذلك لقول الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي. أتكتاجع دليل نجين أبازو ومستدل ناسو. تكسما إمباكية بسم الله، حكم بسم الله كالتسوال، كذلك هي بسم الله ومتفوتيان ونوصون جوهاك تفوتيين. لقوان زكت كيالي أمار ومريك اختلاف جوه بسم الله كالتسوال. جيل بسم الله آية كتك سورة الفاتحة ما كتك سورة نجينة أو سي آية وبتفوتيان عب تبالله أنا بسوريا. جيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هي بسم الله آية كنه سورة الفاتحة أو سي آية، نجيه لي آية تتكسر نجينة أو سي آية أبو تفوتيا. وكأنك مذهب كما في الإمام مالك ابن أنس فمولنا الإمام الأوزاعي فمولنا الإمام أبو حنيفة فمولنا الإمام داود بن علي قم بسم الله سي آية تتكسورة الفاتحة ولا سي آية كتك سورة يونس. مليون الزورة سي آية كون فاتحة ولا سي آية كتك سورة يونس. نميك وتوكو تلنانيش بين سورة نصورة لكن سي آية كويكو واو سورة الفاتحة آية قاضني الحمد لله رب العالمين آية قاضني ثم دعونا هو دليل أنباي وميتوها مبالي نكسيما قوانبا قرآن هي ثبيت قذانا قرآن نثبيت قالتواتر الرجام ليل وفكليو ونويل jambo ambalo kwamba linaondosha wasiwasi. Kwa mbali na maneno haya lakini dalili aliyotumia ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abu Huraira sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema قال الله عز وجل أم سيما الله من عزا وتكوف كتب الحديث القدسي
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لمجاوى صلاة بين يانغو نمجاوانغو نصمبين لمجاوى صلاة حتى صلاة قصدي وصورة الفاتحة ونسمع علماء صلاة فقط كي حديث إن قصدي وصورة الفاتحة ومعنى لمجاوى صورة الفاتحة بين يانغو نمجاوانغو نصو مبيلي نصو يانغو ميني نصو يانجاوانغو تمليو نيميتو صورة الفاتحة صلاة كسباب لا تصح الصلاة إلا بها كسباب الصلاة حيث صيه كما يكسوم صورة الفاتحة كوي كيتو صورة هي صلاة وكو صلاة يصيه فكوك صورة الفاتحة عندما ماذا الله قسمنا كالتهي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لمجاوى صلاة بين يانغو نمجاوانغو نصمين ولعبدي ما سأل نصمين هيزو نزيبي نص وفانزا مايو لمجاوى صورة الفاتحة لنص إنه يمهس الله إن نياك كن يسهيو كن أكم حميدي الله كن أكم تكوزا الله كن أكم ويجمزشيا الله مامبو فمهاني الله كما في ذلك اسمه مالك يوم الدين يدي الملك وسكو يمش سكو يحساب يدي الملك نياك يهو كن يجمز جامبو كن وإن نياك كن يسهيو كن أكم حميدي كن سفيا كن ويجمزشيا جامبو نصي أبوانزا سورة الفاتحة نصي أبيلي سؤال وطلب وتضرع وافتقار نكومبا كنينيكيا نكونيش حاجة نهتجي لاكو نصهين يمجا اليدي والله تبدو أنا بزوري أفا طيب قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لمجا وصالة بين يانغو نمجا وانغو نصمين ولعبدي ما سأل نمجا وانغو أتفاتا كتكاتو فإذا قال أتقف سمى نمجا وانغو الحمد لله رب العالمين أتك صالة قال الله الله سيما ها حمدني عبدي أمن حميدي جوانغو أمن سيما الحمد لله حمد زوت أنا سيكي الله الله نسمع أمني هميدي من جوانب وإذا قال نمجي على بندليه في السنة فاتحة كسيمة الرحمن الرحيم من جوى رحيم من يكو رحيم قال الله تعالى الله سيما أثنى علي عبدي من جوانب ومن سفية وصفة زنغز رحمة وإذا قال نانا كسيمة مالك يوم الدين قال الله سيما مجدني عبدي أمن تكوزا من جوانب نقولني رواية فوضع إلي عبدي أمني لمزشي يوانغو جمولانغو من الدنيا مليك سبو يمشو فإذا قال نانا قسم أمجا إياك نعبد وإياك نستعين ويتو ديه تنيك وبدو نويتو ديه تنيك ومبام سعادة قال قسم الله هذا بيني وبين عبدي هايا nakubaliano yaliyoko baina yangu na mja wangu ana wali abdi ma sa'al anitampa mja wangu kile anachoniomba kwa hiyo hapa mja anaanza kuomba hapa kuanzia hapa mpaka mwisho wake wapi ihdina as-sirata al-mustaqim ndipo anaanza kuomba anaposema ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin qala husema allah hadha li'abdi hii ndio nusu ya mja wangu wali'abdi ma sa'al na mja wangu nimempa alichoniomba rawahu muslim hadithi hii imetokea al-imam muslim wametengenezaje hoja hapa katika hii hadithi wale waliosema kwamba bismillah sio aya anasema wajhu ad-dilala min al-hadith نواجه وكجنغ هوجة في حديثي أن البسملة لم تذكر فيه قل بسم الله هاي كتابها يعني يكون آية بس ثم نسمع الله نسمع بسم الله الرحمن الرحيم عرفت كيف قال الله عم نسمع الله
amenihimidi mja wangu mfano, lakini nianza alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akasema hamidan ya abdi, amenihimidi mja wangu. Bismillah ikutajwa, hii ni dalili kwamba bismillah si aya katika suratu al-Fatiha. هذا يوم يقول الحديث فيه يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومتاج الإمام الترمذي ومتاج الإمام أحمد الإمام أبو داود الإمام النسائي وممتون صلى الله عليه وسلم ومسيما إن سورة من القرآن حقيقة كنا سورة لاني قرآني كنا سورة كني قرآني